السلام عليكم، معكم أمنية فضل الله، أحد مشاركين دورة الإرشاد بموسمها الثاني مع متحف الشيخ فيصل. طبعاً أنا بطبيعتي أصلاً مرشدة سياحية، ولكن حبيت أجرب أو أشوف الإرشاد السياحي بطريقة أخرى وأنضم إلى هذه الدورة. التجربة كانت جداً جميلة، وأنصح الشباب المستقبل بأنهم يجربون هذه التجربة مع بيوت الشباب القطرية.